في تمام الساعة والنصف بتوقيت القاهرة، مواجهة تجمع بين البيراميدز وسيراميك كليوباترا في رسم الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز تحت قيادة تحكيمية للحكم محمد الحنفي. موقف الفريقين حتى الآن في جدول الترتيب العام، بيراميدز جمع 29 نقطة وفي المركز الثالث من 13 مباراة، أما سيراميك كليوباترا جمع 14 نقطة في المركز الرابع عشر من 15 مباراة. هناك مباريات لعبت في هذا الأسبوع، الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، وجاءت نتائجها كالتالي: غزل المحلة تعادل مع فاركو تعادل إيجابي بهدف لكل منهما، وسموحة تفوق على المقصة بهدف مقابل لا شيء، وفيوتشر فاز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والإسماعيلي خسر أمام إنبي بهدفين مقابل لا شيء، والمقاولون يتعادل أمام الاتحاد بهدف لكل منهما، والبنك الأهلي يتفوق على إيستن كامباني بهدفين مقابل هدف واحد. المباريات المتبقية في هذا الأسبوع، الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز، تقام اليوم مباراتان: مباراة تجمع بين الأهلي وطلاء الجيش في التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد الأهلي والسلام، وفي نفس التوقيت مباراة بيراميدز وسيراميكا على استاد الدفاع الجوي. وتختتم مباريات هذه الجولة بمواجهة الزمالك والمصري يوم الخميس في التاسعة والنصف على استاد برج العرب. وضعية جدول الترتيب العام قبل انطلاق هذا اليوم من الأسبوع الثالث عشر: الزمالك في المركز الأول برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، الأهلي في المركز الثاني وجمع 31 نقطة من 12 مباراة، بيراميدز في المركز الثالث ب 29 نقطة، سموحة في المركز الرابع ب 26، فيوتشر في المركز الخامس ب 25، البنك الأهلي في المركز السادس ب 22 ومتساوي مع فاركو في المركز السابع، غزل المحلة في المركز الثامن ب 20 نقطة، المصري البورسعيدي في المركز التاسع ب 19 نقطة ومتساويا مع إنبي، طلع الجيش في المركز الحادي عشر ب 18 نقطة، الجونة في المركز الثاني عشر ب 17 نقطة، الاتحاد في المركز الثالث عشر ب 16 نقطة، سيراميك كليوباترا في المركز الرابع عشر ب 14، ثم المقاولون في المركز الخامس عشر ب 13 نقطة، ثم يأتي الإسماعيلي ومقصة وإيسترن كامباني ولكل منهما 11 نقطة و10 نقاط في المركز الثالث عشر والسابع عشر والأخير.